السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة أسوات هي المحاضرة رقم 3، طبعا غير محاضرة تنصيب البرنامج، هي راح تكون محاضرة برنسبل ما تعتبر ضمن سلسلة المحاضرات. احنا لحد الآن حضرنا من How to prepare land use map and lookup table and اللي بعدها How to prepare الـ slope definition، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون الرابعة How to prepare the soil map and lookup table. هسه حاليا راح نحضر المتواجد تحت إيدنا بالخيار اللي بعده، راح نحتاج الweather station، المحطات كweather station، ونحتاج أيضا database مال الweather. فهسه شلون أني أحضر بيانات الweather data، البيانات المناخية أو البيانات الجوية حتى خاصة بمنطقة الدراسة أكيد، حتى انه اوفرها لسوات او ارك سوات لاتمام عملية ادخال البيانات، وبالتالي راح بعدين يسوي لي البروسيسنج. فهسه نرجع، احنا اكيد لمنطقة الدراسة لازم تكون عندي فد محطات خاصة بها. اقدر استعين ببرنامج الووتر شيد موديلنج سيستم اذا كانت متوفرة الكثير من المحطات، حتى اخذ المحطات فقط الواقع ضمن نطاق التأثير. فهذا يمثل لي هنا الوذر ستيشن. واذا احد يسأل انه اما المحطات تاخذها من مثل ما نقول من منطقة الدراسة او من يعني شبكة هيئة الارصاد الجوية الخاصة ببلدك، لحد الان بس خلينا نتوقف عن هذا. فمحطات الدراسة اما نقدر ناخذها عن طريق مثل ما نقول انه شبكة او يعني وزارة الارصاد الجوية الخاصة بالبلد تقدر توفر لك الأرصاد أو محطات البيانات المناخية المتوفرة ضمن منطقة الدراسة اللي خاصة بك، أو نقدر نستعين بها وناخذها من أقمار صناعية سوفتويرات اللي هي CFSR أو الناسا باور أو أكو موقع ثاني أيضا يفيد وينزل. هسه أنا أنه أحاول أنزل لكم أيضا أنه يفيد أنه تختار البلد راح يعطيك المحطات المتواجدة بهذا البلد. هذا هو البرنامج او هذا البرنامج راح نفتحه اللي هو اسمه Climate Weight Version 2 Local Station Distribution، المحطات المحلية المتوفرة لأي بلد. هسه نرجع هنا مثلا لو نختار عن هذا البرنامج انه ايضا اقدر استعين به اوفر او اجد المحطات المتوفرة بهذا البلد او بهاي المنطقة. هسه انا اذا مثلا اختار العراق، ابحث عن البلد، هنا أنا البلد اللي انت تحتاجه اختارته، يقول لك تريد ابين لك display the station with selected country لو display all station، يعني اللي تريد ابين لك فقط المحطات الموجودة بهذا البلد اللي اختارته انت، لو حتى المجاورات اليه انت بكيفك اي خيار تختاره راح يبين لك. هذا لاحظ هنا اعطاني خريطة العراق، هاي الحدود المنطنية حدود ادارية وهاي المحطات المتواجدة. من اضغط انا على اي محطة راح يأشر لي عليها، ها ينطيني اسم المحطة وينطيني الإحداثيات الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللاتيتيود واللانجتيود الخاص بها وكذلك الإليفيشن وأيضا الكونتري. فتقدر تستفاد أيضا من هذا البرنامج، برنامج جيد، وتنزله مباشرة. اسمه هذا كلايمت أو كلايم وايت فيرجن 2 لوكال ستيشن ديستريبيوشن، هذا موجود أو متوفر أيضا على يعني على جوجل مباشرة، بس تكتب اسم هذا البرنامج وهذا اللوجو الخاص به. هسه راح احاول انزلكم اياه. اي بلد تختاره تقدر انه عن طريقه تنزل، تقدر تحفظ البيانات ايضا، تقدر انه عن طريق هاي البيانات تسوي لها اكسبورت تصدير. مثلا هسه انا احتاجيت مال هذا البلد، احتاجيت كلهم او مثلا احتاجيت فقط دول الثلاثه او فقط يعني مو شرط كلهم، كم محطه احتاجيت 5 من عندهم، بعدين اقول لهم اكسبورت شلون اصدرهم له، اصدرهم له كليست مثلا، يا بقى مثلا تكست سيف تو فايل راح يسيف لي اياها الى فايل واحفظ هذا الفايل بالصيغه اللي اريدها اني. هذا ايضا البرنامج جدا حلو بسيط ويساعدك انه انت تختار. هسه هنا عندك طريقتين حتى تسيف بها المحطات، تختار المكان اللي يقول لك باسم البرنامج طبعا يسيفها كلايم ويت ستيشن فيرجن 2، فانه تقول له فقط سيف راح يسيف لك هاي المحطات اللي خاصه بهذا البلد. هاي يعني احد طرق استخدامه، برنامج كلش بسيط وسهل. هذا هو شكل البرنامج.
حتى انه يكون واضح للكل. هذا البرنامج هو هسه حاليا اقدر انه اني افتحه لكم، اذا تلاحظون اسمه كلايم واي ستيشن او تردون، بكل الاحوال راح اترك لكم اسمه موجود بصندوق الوصف، حتى اللي يريد ينزله او يحتاجه يعرف الاسم وينزله مباشره. طريقه تنزيله كلش بسيطه. فهسه احنا نرجع الى المحطات، عرفنا شلون نبينهن او نختارهن. قلنا عندنا امامنا احد الخيارات، بين المحطات، بعد ذلك يعني نحفظها على شكل تكست، نستدعيهن ببرنامج الارك جي اي اس او الارك مات، هنا نصدرها نعطيهن ديسبلاي. ايضا اللي يريد يعرف شلون نسويهن وننزلهن مثلا باي موقع، او شلون يعني اظهر الـ 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 البيانات الخاصه بالوذر داتا على منطقه الدراسه باستخدام برنامج الستيشن اقدر، فنقدر نسويهن ديسبلاي حتى نظهرهن على شيب فايل منطقة الدراسة. واللي يحتاج هذا الشيء يقدر يرجع بالمحاضرات بعد ما ننزلها هنا، نروح نعطيهم ديسبلاي ويظهرن هنا موجودات على الريش او المنطقة اللي نحتاجها. كذلك اكو برنامج اذا عندك كانت العديد من المحطات، مثلا استخدمت برنامج السي اف اس ار، برنامج السي اف اس ار يوفر لك على منطقة الدراسة العديد من المحطات. واكيد اذا احد يعني يشوف شلون هذا الشيء يصير، يقدر يراجع المحاضرة الخاصة بالوذر ستيشن داتا كلايمت فوركاستنج ريلايزنج اللي هي السي اف اس ار، يقدر يستخدم هذا البرنامج اللي هو اسمه الووتر شيد موديلنج سيستم. صراحة ان شاء الله باذن الله للمستقبل، ما اوعد حاليا، يعني ممكن بعد 8 اشهر او اكثر، انه شلون دا تسوي انت تاخذ فقط المحطات الخاصة بمنطقة الدراسة، نطاق التأثير منها تستدعيها عن طريق الجي اي اس داتا، وتقدر انت هو يقلص لك المحطات، تستخدم فقط المحطات الخاصة او القريبة على منطقة الدراسة، او تريد انت تحددهن بالاعتماد مع استاذك. فبعد ما حددنا هاي المحطات، هسه شلون اني احضرهن حتى ادخلهن لبرنامج ارك سوات؟ عندنا نجي المحطات، هاي يكون المعلومات، كل محطة موجودة لها اسم، يعني احنا نسميها مو شرط الا الاسم الموجود بالمنطقة، مثلا نسميها 1 2 3 4 5 6. بعد ما سميناها هاي التسميات، نروح على محطة محطة، هاي المحطة شو تمثل لي، وهاي المحطة مثلا كل محطة لازم يكون لها لاتيتود لانجتيود مثل اللي نزلناها من هذا البرنامج اللي هو الكلايمت فيرجن 2 للمحطات مال اللوكال ستيشن ديستريبيوشن اللي خاصة بكل بلد، كذلك هذا هالشي. فشو نسوي حتى نحضر؟ نروح لهنا نفتح ملف نسميه weather station او weather database for SWAT. هذا ايش راح يتضمن الweather database for SWAT؟ يتضمن العديد من الخيارات. اول شيء يتضمن الدوكيومنتيشن، هذا ايضا موجود تقدر تنزله انت من الانترنت، اللي هو يسمونه الجايد لاين الخاص بالنسوات، حتى شلون انت تسوي الweather database، شلون انت تسويها، واذا احد يحتاجه تقدروا تراسلونه. نقدر نترك لكم يا بصندوق الديسكريبشن او فد ننزل على جوجل درايف، نترك لكم الرابط وانتم مباشره تحملونه. فهو هذا الكتاب الموجود او هو الجايد لاين، تقدر انت عن طريقه ده يعطيك الخطوات شلون انت تصمم او شلون انت تسوي اصلا تحضر البيانات الخاصه بالوذر ستيشن والوذر داتا. هاي طبعا البيانات اللي يحتاجها الارك سوات اذا ترجع لها من البدايه، هي عبارة عن بيانات يومية يحتاج ديلي او سب ديلي، ماكو بيانات مناخية يحتاجها شهري، هاي اهم فقرة، فلازم انه ننوه عليها ان البيانات اللي يحتاجها هي بيانات يومية. بعد ما انه خلصنا من البيانات، يعني نرتب هذا اللي قلت لكم تستفادون من عنده من الجايد لاين. طيب انا راح هذا الجايد لاين الموجود هنا راح اوضح لكم اياه بهاي الخطوات، يعني شنو نحتاج. اول شيء نحتاج احنا كمدخلات، هي اول شيء اسميه مدخلات، المدخلات هو هذا. فاذا هسه انا مباشره بس خلي افتح الضغط، هذا هو الملف، هاي المدخلات. اول شيء الستيشن، يريد المحطات الستيشن كم خاصه بمنطقه الدراسه، تاخذ هاي الستيشن خليه بملف اكسل تسميهم، تعطيهم هاي الخيارات، هذا كله تلقونه بالجايد لاين اللي هو هنا يشرح لك اياه بالتفصيل.
هسه نجي هاي الستيشنات هسه نوضحها. هاي الستيشنات الخاصة بمنطقة الدراسة. أول شيء تطي الستيشن كذا، دور تطي الكود ستيشن، شنو الكود اللي خاص بيهم؟ 1 2 3. الستيشن نيم تطيها أيضا، هاي الأولى ستيشن كود، ثانية ستيشن نيم، بعدها اللاتيتيود، بعدها اللانجيتيود، بعدها الإليفيشن. الإليفيشن مو ضروري، يعني مو إنه شرط تدخله، ما يحتاج، المهم إنه تطي اللانجيتيود واللاتيتيود. فعندك شو تطلب هسه البرنامج؟ ستيشن كود وستيشن نيم ولاتيتيود ولانجيتيود واليفيشن. اليفيشن اذا كان متوفر فلا باس انه توفره حتى تبين انه ايش قد ابتعاد هذه النقاط عن مستوى سطح البحر. هسه هاي اول جدول خلصناه، نقدر نقول انه هو هاي متطلباته فقط، انه تحضر الستيشنات به وتخليه بملف اكسل. هذا هنا هالشكل كان واضح امامكم. وهاي الديسكربشن، يعني فتش اذا اتفت عندك محطه معينه، عندك في الديسكريبشن خاص بها تقدر توضحها. هذا اول جدول يكون خلص هنا. الجدول الثاني اللي عندنا شنو هو؟ طبعا البيانات شنو هي المطلوبه بالجايد لاين يوضح لك هنا. هذا وذر فاريبل تيبل، اول شيء يريد من عندك الرطوبه النسبيه ريليتيف هيوميديتي، ويريد السقيط والاشعاع الشمسي والماكسيمم اند مينيمم تمبرتشر. التمبرتشر اللي تحب نوعها الماكسيمم والمينيمم والويند سبيد، هاي البيانات المطلوبة اللي يريدها من عندك سوات. تمام. بعد ذلك هسه نجي على الخيار الثاني، اسوي هسه بيانات مثلا الريليتيف هيوميديتي، ايضا افتح ملف اكسل. هذا ملف الاكسل ايش راح يتضمن؟ راح يتضمن حتى يكون واضح امامكم، يتضمن الداتا من يا سنه ليا سنه. انت تريد تسوي بريدكشن يجوز، او تريد تاخذ دراسه مثلا تاخذ فد 10 سنوات، من يا سنه تبلش هاي 10 سنوات؟ مثلا من 2000 الى 2010، من 2010 الى 2020، حسب يعني انت دراستك، يعني هذا فد شيء راجع لك الداتا. فالداتا هو التاريخ، يتضمن اليوم والشهر والتاريخ، يوم او المناسبه. البيانات يوميه، يعني هسه لاحظ هنا 1/1/85، 1/1/2/5، 1/3 وهكذا. الستيشن يقصد بها الكود اللي خاص بها. هاي منين ناخذ الكود؟ ناخذه من الستيشن اللي سويناه هنا من هاي المحطات. اكيد مو سوينا ستيشن وطيناها الكودات، الكود هو المطلوب، يعني هو يمثل لي وكانه الستيشن نيم، هذا الستيشن كود هو هذا. فبعد ما سويناه هذا يمثل لي الستيشن، بعدين ننطي قيم الريليتيف هيوميديتي. هذا الرمز تاخذه من سوات اتش ام دي، ما يصير تغيره. نلاحظ هنا نزلنا قيم الريليتيف هيوميديتي لكل محطه ايش قد تتضمن من يا سنه ليا سنه. ننزل هذا يكون كامل الجدول. اذا نلاحظ هنا شويه تكون قيمه كلش عاليه وكبيره. هاي يكمل هذا الجدول بهالصيغه. هاي هذا جدول من جدول الريليتيف هيوميديتي. كذلك للسقيط يتسمى بهذا الاسم بي سي بي. بالمناسبه كل هذا له كود خاص به بالتسميه. اذا نلاحظ هنا الريليتيف هيوميديتي شلون نسميها؟ اتش ام دي، السقيط بي سي بي، سولار راديشن، الماكسيموم اند مينيموم تمبرتشر، هالشكل تتسمى. الويند سبيد يعني مو كيفك تسمي انت التسميات والكودات اعتبارا، وانما تاخذ من الجايد لاين الموجود بالدوكيومنتيشن الخاص بالوذر ستيشن او وذر داتا بيس فور سوات. هسه بعد ذلك ننتقل للعنصر الرابع التمبرتشر، وكذلك الويند سبيد لكلهن نفس التسلسل. فإذا نلاحظ عندنا البيانات 5 بيانات، 1 2 3 4 5، وهاي الستيشنات. بعد ما نكمل هاي المدخلات ونخليهن فولدر خاص بهن، نجي هاي البيانات اللي هي الاكسل نحولها الى ملف اكسس. الاركسوات برنامج الاركسوات يحتاج البيانات هنا كملف اكسس، تنطيها كملف اكسس يرسم عندك، فتحولهن انت عن طريق اليوتيوب، تستعين شلون تحول الملفات او تضغطهم حتى تحولهم الى ملف اكسس. بعد ما تحولهم الى ملف اكسس راح يصير عندك هنا هو كجدول اكسس، هو هذا هنا. نلاحظ انا مجرد هاي البيانات اللي كانت منفصله اجمعها بملف واحد اكسس، تظهر لك المفروض النتيجه النهائيه بهذا الشكل. هذا هنا هاي الريليتيف هيوميديتي، مجرد ما تضغط عليها راح تطلع لك كل البيانات الخاصه بها. هذا السقيط، هذا السولار راديشن،
وهذه الستيشنات، وبعد الستيشنات هذا التمبرتشر، وبعد التمبرتشر بعد التمبرتشر هاي القيم الويند سبيد. فبعد ما سجلنا كل هاي البيانات نجمعها قلنا بملف اكسس واحد، هو هذا الملف. هذا الملف هو اللي انت راح تاخذه، او تقدر ايضا تنزل هذا البرنامج اللي يحول لك، او مباشره ما تحتاجه. هذا الملف الاكسس اللي موجود بالوذر داتا بيس هو اللي راح نكون حضرناه وهيئناه، راح نحتاجه من ندخل لبرنامج الاركسوات بعد اكمال خطوات الووتر شيد الاركسوات بروجكت والووتر شيد دالينيشن والهيدرولوجيك ريسبونس يونت، راح تحتاج ندخل الوذر ستيشن. فهي هاي بيانات الوذر ستيشن شلون تحضر، فيكون عنوان المحاضره هاو تو بريبير الوذر ستيشن داتا، الوذر ستيشن داتا فور اركسوات. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيده او قدرتوا تستفادون من اي شيء. واذا عندكم اي ملاحظه او استفسار راسلونا عن طريق الكومنت او عن طريق الايميل. نلتقي بكم بمحاضره اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.